صباح الخير، صباح الطاقة، صباح التفاؤل، صباح الأمل على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. معاكم أسماء أبو طه في أولى حلقتنا من برنامجكم الجديد صناع الأمل، وهيكون محور حلقتنا النهاردة عن طاقة إنقاذ وأمل. ومعانا ومعاكم ضيفتي النهاردة الأستاذة غنية عادل، أستاذة معالجة نفسية وفي نفس الوقت صاحبة سوري معلش يا جماعة صاحبة مسؤولة عن مركز الطفل المثالي للتأهيل الأطفال. اهلا بيكي استاذه غنيه. اهلا بحضرتك استاذه. طب ممكن بس في الاول قبل ما نبدا تعرفيني حضرتك اخذتي ايه دراساتك، يعني كانت ايه؟ انا خريجه علم نفس في الاساس، وبعد ما اتخرجت عملت اول حاجه تمهيدي ماجستير ومشيت في الماستر شويه، وبعد كده درست دبلومات في التخاطب ومجال ذوي الاحتياجات الخاصه، وجيت قررت ان انا عايزه اشتغل في تخصصي اكتر واكون معالج نفسي، فقررت ان انا ادرس كلينيكال سنتين جامعه عين شمس، واخدت دورات متعدده، وحاليا ارشاد اسري جامعه القاهره، وكمان اخدت يعني من باب حب الاستطلاع اخدت لايف كوتشنج، واخدت اعداد مدربين، واخدت كورسات بقى بشكل عام، هي دورات بس انا بشوف ان هي كورسات اكتر. تمام جدا، كويس هايل. طب يا دكتور قلت لنا، يعني حابه يعني اقول حاجه قبل مفاجاتنا اللي هي نقولها في نهايه الحلقه ان شاء الله، تحب تقولي ايه؟ انا حابه اقول اولا يعني امل وانقاذ، انا عايزه ادي امل لكل بابا وماما في البيت مع اولادنا، وعايزه ادي اشاره لانقاذ فئه معينه هنتكلم عنها ان شاء الله، وعايزه اقول ان مهما كانت مشكله ابنك ومهما كانت هو بيعاني من ايه، كل مشكله وليها حل. اكيد طبعا، مفيش مشكله خالص ان اولادنا يكون عندهم مشاكل، يعني مفيش مشكله ان ابنك عنده أكيد مشكله، طبعا كل ولكن بالظبط كل يعني كل طفل يعني هو برضو عايزين نوضح زي ما قلت كده المشاكل الاساسيه اللي هي بتقابل الام والاب وكده، زي ما انت قلت كده اكمل الكلام اللي حضرتك، دايما عايزين نخلي كل بيت زي ما انت قلت كده في طفل عنده صعوبات، عنده مثلا صعب مشاكل سلوكيه بالظبط او يعني ازاي بقى زي ما انت قلت حضرتك كده، كنت قلت لي قبل الحلقه ان هو الاطفال السبيشال عموما تمام بتكوني اكتر فئه متعاطفه معاهم، لان دي اكتر فئه بتتعرض للاسف للاحتيال وللنصب في مجالنا، وانا بقول كده على الهوا لان فعلا انا بدات اقابل ناس غير متخصصه، ممكن نلاقي ناس خريج تجاره وهو بيشتغل مع الاطفال دول، ممكن نلاقي خريج صيدله مش شرط المؤهل هو عالي ولا اقل وبيشتغل في المجال وهو غير مؤهل تماما وما يقدرش ان هو يساعد الاطفال دول، فبدات الاحظ ان في احتيال ونصب في المجال بشكل غير طبيعي، فانا عايزه اوعي، مش هتكلم مع مسؤولين ولا هتكلم مع اصحاب المراكز، انا عايزه انزل المستوى وتفكير وعقليه كل بيت، يعني عايزه اتكلم مع بابا وماما واقول لهم خلوا بالكم لانكم انتوا السبب في كل اللي بيحصل، يعني انت كبابا لو ما عندكش وعي ومستمر في اللي بيحصل انت السبب في كل المشاكل اللي ابنك بيتعرض ليها، لانك انت موافق بسبب عدم وعيك على ان يحصل لك نصب واحتيال مع ابنك. ماشي، طب اعرف ازاي ان انا فعلا كاب او كام ان انا فعلا بيضحك عليا سوري يعني من اي مركز او بيتنسب احتيال اي حاجه، اعرف ازاي وانا في البيت هبقى عندي توعيه ازاي؟ قبل ما اقول ازاي تعرفوا عايزه اقول، انا قلت مقدمه في الاول ان انا خريجه علم نفس ومعايا تمهيدي واخدت لايف كوتشنج واخدت اعداد مدربين واخدت كلينيكال في العلاج النفسي واخدت ارشاد اسري واخدت دورات متعدده. السؤال هل انا ينفع اعالج كل التخصصات في المجال؟ بما انك فعلا كل بما انك فعلا على فكره انا كنت لسه هقول لك، هل فعلا بما انك انت فعلا درست الحاجات دي هل هتبقي تقدري فعلا زي ما انت قلت حضرتك كده توصلي كل ده، تقدري تشتغلي نفسك على كل ده ازاي؟ انا عايزه اقول لك ان صاحب بالين كذاب، فما بالك صاحب عشرة؟ أكيد. عشان كده انا عايزه اقول لكل حد بيشتغل، بنلاقي ممكن حد منزل بيقول ان انا بشتغل معالج نفسي وبشتغل ارشاد اسري وبشتغل تعديل سلوك وبشتغل تخاطب وبشتغل، هو نفس الشخص بيشتغل كل الحاجات دي، طبعا ده غير واقعي، العالم ما يستوعبوش، عشان كده بدا يحصل تداخل في التخصصات، فانا عايزه اقول ان يا ريت كل واحد يركز في النقطه بتاعته، وما ينفعش واحد يكون شغال في كل، يعني انا رغم اللي انا درسته ده ما ينفعش خالص ان انا اشتغل تخاطب او اشتغل اي حاجه تانية، اللي انا هو عندي انت في المركز بالظبط ان انت اخدتي تخصص معين من ضمن الدراسات اللي حضرتك وبدات اطور خدتيها نفسي كلها بالظبط وبدات تطوري نفسك فيه عشان تبقي انت حابه اللي هو تخصص واحد مش بتاع كله، مظبوط صح مظبوط، كده؟ يعني انا قعدت فتره اشتغل في التخاطب وبعد كده لما لقيت نفسي ان انا مياله لتخصصي اكتر اللي هو علم النفس، فقررت ان انا اهل نفسي في العلاج النفسي، فأخذ
اخذت كلينيكال معالج نفسي واخذت دورات واخذت دبلومات وكده في المجال بتاعتي، مع اني انا عندي خبره في التخاطب وفي الصعوبات والحاجات دي كلها، ولكن ما ينفعش ان انا اعالج، ما ينفعش اهل الاطفال. عشان كده معظم المراكز اللي بنروحها، يعني ماما جات لي في مره بتقول لي انا عندي ابني قعد 5 شهور في المركز الفلاني وما شفتش اي نتيجه. فقلت لها طيب يا ماما انتي استمرتي ليه في المركز؟ قالت لي عشان هم قالوا لي التقييم بعد 6 شهور. انا كنت اسال حضرتك، هو فعلا ازاي اعرف انا بعد دلوقتي ابني في المركز تمام وعايزه اعرف هقيمه ازاي؟ يعني زي ما انت قلتي لحضرتك كده 6 شهور تمام، ما اقدرش اقيم قبل 6 شهور تمام فردا، ده مظبوط، ولو حتى 5 شهور ما ينفعش. ده مظبوط، بس يعني بالعقل كده انتي ما لقيتيش اي نتيجه خلال ال5 شهور تمام. انتي في الشهر السادس، يعني هو الاخصائي هيسحر لابنك، المركز أكيد اللي لا. انت فيه هيسحر لابنك، بتقولي ما حصلش حتى اي تطور في التواصل البصري. طب هي سؤال بقى، هي كانت فين معلش في الفتره هي دي؟ الام مش فاهمه، انا جايه هنا عشان بالظبط. اوعي ايوه كل، هو ده اللي احنا عايزين نساله دلوقتي، عايزه اوعي انت ماما كأم وبابا. دلوقتي بالظبط، انت كأم ازاي في يعني قعدتي 5 شهور الفتره دي كلها وانت مش عارفه هي طفلك مش اتطور فاهمه، ازاي؟ مش مستوعبه. بالظبط، احنا بقى عايزين نوصل لهم ده. انا كأم في البيت دلوقتي عايزه اطمن ان ابني دلوقتي في المركز نفسه او في الجلسه او هو كده ماشي كويس ولا لا؟ بالظبط، اعرف ازاي؟ اول حاجه يا ماما وبابا لازم يعرفوا ان اول حاجه لازم يبقى في استجابه. يعني احنا نقول ان لازم الدكتور او الاخصائي اللي بيشتغل مع ابنك بيقول لك ان التحسن بعد 6 شهور تمام. انا ما قلتش حاجه لان دي فتره برنامج، لازم نستمر على البرنامج فتره طويله عشان نشوف نتيجه. لكن في حاجه اسمها استجابه، يعني انت بالتدريج بتشوف، يعني انا عندي بعمل جدول استجابات وبعد كده بشوف النتيجه بعد فتره. لو انت ما شفتش استجابه كل يعني فتره انت حضرتك ماشيه كده في المركز عند حضرتك بنفس مظبوط الطريقه دي؟ مظبوط. يعني حلو قوي، انا ممتاز ماسكه قسم تعديل السلوك، عندي طبعا في المركز مش انا لوحدي، معايا دكتور وليد مشارك تمام. معايا، هو ماسك التخاطب، هو قوي جدا في مجاله وانا قويه جدا في مجالي يعني ولله ما شاء الله، الحمد. يعني انتوا ما كمان ينفعش اخ خالص، اتنين في مكان واحد كل واحد ليه تخصصه. مظبوط، ما حلو ينفعش قوي، خالص اني انا رغم ان انا اشتغلت فتره ومدرسه دبلومات كتير ان انا اشتغل تخاطب وانا ما طورتش نفسي في النقطه دي، مع اني اقدر اشتغل. يعني انا حلو قوي، عارفه وواثقه ان في اولياء امور هيشوفوني دلوقتي وعارفين ان انا شاطره جدا كنت معاهم في المجال، ولكن طالما ما بداتش اطور من نفسي واطلع على كل اكيد ما هو طبعا جديد ما بالظبط، ينفعش ان انا اشتغل. ما هو لا اما حاجه من حاجتين، لا اما اطور اطور من في، نفسي لازم اطور في نقطه واحده، لا اما في بالظبط المجال النفسي، لا اما في التخاطب، لا اما في الحاجه اللي بدرسها. اكيد. فدرس كل حاجه، يعني في ناس ممكن تبقى دارسه لايف كوتشنج وتقول لك انا مش عارفه دكتوره انا معالجه بنقابلها كذا، كتير فعلا، انا عايزه اقول بنقابل لك كل كتير. ما اشوف لايف كوتشنج لايف كوتشنج، طب يا جماعه انت او دارسه ايه؟ الدكتوراه هو انت خدتي الفخريه كورس؟ دلوقتي، بسال حضرتك على حاجه دلوقتي، انا عشان انا اخدت كورس لايف كوتشنج خلاص بقى انا اقدر اتعامل، ولا اصلا المفروض لازم أن تكون دراسه زي علم نفس زي حضرتك لا كده؟ هو اللايف كونتنج برضه عشان اوضح حاجه، هو بيكون ليه نقطته، يعني ليه تعامل مع فئه معينه، بس ليه علاج اكيد في فئه الافضل معينه. بالنسبه لي ان انا معلش اتعامل مع حد اصلا دارس علم نفس واخد كورس لايف كوتشنج ما هو اللي واخد لايف كوتشنج ده ممكن يكون دارس ومطور نفسه في نقطه في اللايف نقطه اللايف كوتشنج، كوتشنج. تمام لكن حلو ما قوي، ينزلش لمستوى الاطفال وما ينزلش ايوه يشتغل ده مع اللي انا عايزه اقوله الاسبيشال اكيد، بالاخص. لان هو مش تخصصه مظبوط، بالظبط. حلو يعني رايق، لازم كل واحد يركز على النقطه بتاعته. طب بابا وماما هيعرفوا ازاي ان اللي قاعد قدامهم ده متخصص او بالظبط. فاهم؟ لازم يا بابا ولازم يا ماما تسالوا انت معاك ايه، انت بتعرف انا تعمل كنت ايه، عايزه اقول له يتابعوا الاستجابه، صح، يتابعوا هو التحسن، يتابعوا بالظبط ايوه، النتيجه. انا عايزه اتابع بقى وعايزه مظبوط، ابقى على طول مع ابني خطوه بخطوه، وعايزه اسال برضو على اللي هو قبل ما اروح اي مركز اسال عليه الاول هل فعلا هو مؤهل لا لكده ممكن ولا تبقى لا. مراكز على مستوى عالي وعن ثقه، وبيجي لنا اطفال كده كتير لان الدكتور الفلاني اللي مركزه مشهور هو مخلي اخصائي يشتغل. للاسف الاخصائي ده ممكن يكون معاه تجاره، مش تمام بقلل من كليه التجاره، انا بقول فاهمه، ان هو بس هو مش مش التخصص تخصصه خالص، بالظبط. هو واخد دوره او كورس وبيقول انا اخصائي تخاطب يبدا يتعامل خاصه مع اطفال السبيشال. فعلا طب بنلاقي ازاي يا كميه جماعه؟ نصب طب واحتيال ازاي؟ غير بالظبط، طبيعيه. انا كنت لسه عشان هقول لك، كده انا عايزه اقول لماما وبابا يا ريت انا كنت تركزوا لسه معايا هقول لك، جدا. هل بقى تنصحي بهم بايه فعلا؟ تنصحي بابا اول وماما حاجه بايه؟ يعني انا هقول لك انا بعمل ايه في شغلي تمام، وعن ثقه تامه، مش عايز، مش موضوع ان انا هعمل دعايه او كده، انا لا دلوقتي اكيد، عايزه بس ايوه اتكلم مع احنا توعينا ولي طالعين الامر. امل جديد بنوعي الناس عن طاقه مظبوط وانقاذ. مظبوط، عايزين ننقذ فئه معينه. وفي بالظبط، نهايه الحلقه ان شاء الله حضرتك طبعا هتقول هقول لهم لك الامل المفاجاه الجديد. اكيد طبعا ان شاء الله. تمام. عايزه اقول ان انت اول حاجه يعني في شغلي انا بقيم كل شهر، حضرتك متخيله؟ طبعا علميا حلو مفيش قوي، تقييم كل شهر، مفيش تقييم خالص كل شهر اكيد علميا. فانا علميا بفهم تمام. ماما وبابا ان احنا هنقيم استجابات اول 8 جلسات، انا بدي في الشهر 8 ليه؟ لاني انا مش مقتنع ان في اكتر، يعني الطفل عندي ماسكه تعديل السلوك فالطفل بياخد جلستين في الاسبوع، تيجي ماما تقول لي انا عايزه ينزل 7 ايام، انا عايزه ينزل طول الاسبوع، اقول لها لا
ال7 مرات اللي هينزلهم هم نفس نتيجة المرتين، لأني أنا مثلا بدي جلسة يوم الأحد محتاجة الاثنين والثلاث والأربع، ولحد الأربع ما يجيلي هو محتاج يتدرب على بعض الحاجات. يعني معلش هقطعك، هو فعلا انت لو ماما جات لك معلش هو مكسب ليكي عامه صح كده، أكيد. بس يعني بتقول لك ادي ابني كل يوم، انت اللي بتقولي لها لا ده أنا بعمل بترفضي. في الأول جلسة تعاقد مع بابا وماما، ده تعملها مؤخرا، انك انت جلسه ارشاد اسري وتعاقد في نفس الوقت. لو انت ما التزمتش بالمتابعه اللي انا بديها لك والتعليمات اللي بديها لك كل جلسه ممتاز في هاي، جدول المتابعه، انا هديك انذار مره واتنين والتالته، اسفه ما تكملش معايا، يا انا مش ريت. عايزاه. حلو قوي على حضرتك فكرة. فهماني؟ اكيد طبعا فلازم يبقى فيه، يعني انا مش بقول ان كل الناس تشتغل زيي، بس بدي احنا مثال، عايزين بدي بالظبط، مثال احنا عايزين لشغل. الشغل يبقى ازاي، عشان هي مظبوط مش مسألة معلش انا جاية ادفع فلوس وخلاص، لا انا جاية عشان ابني هو اللي معلش ده هو عنده يعني حاجة خاصة، فانا عايزة الطفل التخاطب ده اتعامل معاه بحالة برضو خاصة. تمام. احنا عشان نكمل بس نقطتنا، احنا بنعمل تقييم استجابة، حلو بفهم قوي ماما ان ده مش تحسن، ده تقييم استجابات يا ماما، عايز اشوف ابنك يعني بدأ يحصل استجابة بنسبة قد ايه في كل سلوك. تمام. تمام. وبعد كده بعد شهر، بعد 8 جلسات زي ما قلت لك، هم جلستين عشان يبدأ بابا وماما يطبقوا، لان انا في تمام الجلسة في الوقت اللي بقعده طبيعي لو الطفل فرط حركة او ان هو بيكذب او بيسرق او عنده اي سلوكات، لان انا ماسكة تعديل السلوك، فبالتالي تمام كل المشاكل اللي بتيجي بتبقى سلوكية، انا ممكن الطفل يبقى قاعد فيبقى كويس جدا قدامي، لانه هو يعني المكان ضيق او مش معرض ان هو يتعرض للبيئه ولا المواقف المختلفه. فانت المكان بتيجي لي مقفول. مرتين، وفي خلال ما بين المرتين انت بتعرض المواقف، تيجي تقول لي النتيجه. كل جلسه بقعد معاك 5 دقائق عشان اشوف الكام يوم اللي انا مش موجوده فيهم في كل سلوك انا حطاه بعدد الايام حصل بنسبه قد ايه تقريبا يوميا، هايل جدا، وبكتب تحت ايه المطلوب وكل جلسه برقمها بتاريخها. بعد حلو عدد قوي. 8 جلسات بدي رسمي بياني، وبدي استبيان بابا وماما يقولوا لي رايهم ايه في الشغل، وبدي كمان تعليق على اول 8 جلسات. بعد 3 شهور في نص البرنامج ببدا اقعد مع بابا وماما جلسه ارشاد اسري واقول لهم او ابنكم اتحسن بنسبه قد ايه خلال ال3 شهور. بعد 6 شهور بنشوف النتيجه اللي احنا بنقول عليها. لكن تروحي مركز زي ما ماما قالت ويقولوا لك قدامك لسه ما كملتيش فتره البرنامج عشان كده مش هتشوفي نتيجه، طب انت بالعقل كده قعدتي هو 5 شهور وما بالظبط لقيتيش هو ده اللي نتيجه. انا بتكلم فيه مظبوط فعلا. اكيد يعني واضح ان حضرتك شغاله صح بما انك انت بتقيمي. طب انا هو ده اللي بنتكلم فيه، انت ازاي ساكته على ابنك 5 شهور لازم يبقى عندك وعي. بالظبط. وبالتالي حضرتك بتطبقيه عندك في المكان فعلا، ان انا وفي اهو نقطة حابة ان انا اكد عليها، اكيد تمام. تعرفي ابنك حقق، يعني مثلا بالنسبة للتخاطب لما تاخدي هدف تعرفي ابنك حققه ولا لا. بمعنى يعني عندنا لعبة اسمها الوتد، دي عبارة عن عمود كده وفي دوائر الوان مقاسات مختلفة. تمام ايوه، اللي تمام. هي في الاطفال كلها بتجيبها عامه. ايوه اللي هي لعبة تنمية اللعبه مهارات حلوه بلاستيك قوي. كده، انا عارفاها، هي هي اسمها الوتد. مظبوط. حلوه قوي اللعبة دي ممكن يكون ملهاش أي قيمة لو حد مش فاهم. بالظبط فعلا، ان هو ترتيب الوان وخلاص. تمام. ممكن ماما تيجي تقول لي ده أنا ابني الأخصائي بتاع التخاطب مثلا أو تنمية المهارات كتب له إن ابنك حقق إن هو يركب الوتد، فأجي أسأل ماما ابنك ركب الوتد استفاد إيه؟ هل هو كان عنده لما قبل ما يدخل الجلسة وهو كاتب له كده في الكراسة تم التدريب على تركيب الوتد اللي هي اللعبة، هل ابنك كان عنده إعاقة في ايده او عنده مشكله في العضلات الدقيقه تمام. فتعلم يحركها فبدا يركب؟ فتقول لي لا. اقول لها طيب ابنك مثلا كان عنده مشكله في التواصل البصري فهو كان بيركب ويشيل عشان الولد يتواصل معاه؟ تقول لي لا، ابني اصلا ما يتواصل كويس. اقول لها طيب هل ابنك مش ممكن يكون الاخصائي بيعلمه على الالوان لان هي الوان، فمثلا بالظبط، بيعلمه اللون الاحمر، ركب يا حبيبي اللون الاحمر، نزل. يعني هي بس مش مجرد الوان، اللي هو مظبوط مجرد كذا اللي هو حاجه. حركه. فتقول لي ابني عارف الالوان. اقول لها طب يا ماما انت استفدتي من تركيب الوتد في ايه ايه؟ سالتي بالظبط، الاخصائي اللي بتشتغلي معاه؟ تقول لي مش عارفه. اقول لها طب هل انت كان بيعلمه التسلسل كبير ثم اصغر ثم اسمه اصغر اصغر؟ كل ده في تقول لعبه لي واحده. في لعبه واحده. تقول لي لا. اقول لها طيب هل انت كنت بيعلمه تخاطب لغه جوه وبره؟ تقول ما لي شاء برضو الله. لا. اقول لها طيب انت لما كتب لك ان هو اتعلم تركيب الوتد ما سالتيش نفسك ابني استفاد ايه؟ يا فرحتي ان ابني راكب بالظبط. الوتد، انت سايب هو الاطفال بتلعب. استفاد ايه؟ ومش كده وبس، يعني هو مثلا بعلمه اللون الاحمر وبدا يركب الوتد اللون الاحمر. تمام تمام. مش النجاح ان ابني عارف اللون الاحمر في بالظبط. اللعبه ما انا بتكلم في كده، هي اللعبه معروفه خالص، ان هي الوان، الوان الدارج بس عند الناس مش كلها النجاح الوان. خالص. ان ابني يا ماما انا بكلم ماما وبابا ولازم يركزوا معايا جدا، لان الكلام ليكم انتم ماليش دعوه باي حد تاني، اكيد لان ده طبعا هدفي النصيحه النهارده. بالظبط، احنا توعيه النهارده يا جماعه. مظبوط. عايزه اقول لكم لازم تركزوا انتوا استفدتوا ايه. اللون الاحمر هو عمله تمام وعرف اللون الاحمر. ابنك لما روحت البيت ووريتيه اي حاجه لونها احمر هو عارفها؟
هو عارف اللون بالظبط. الاحمر ولا عارفها لو عارفها مجرد لعبه بس ده مش هدف، هو بالظبط، كده حقق حقق استجابه استجابة مبدئيه، مبدئية للون بس، لكن ما حققش الهدف ولا عارف، ولا الاخصائي نجح معاه في تحقيق ولا الهدف. الماما نفسها اصلا، ماما او الام عامه ما مظبوط. عرفتش هو استفاد طب ايه. هل ابنك مثلا بيتعلم، في عندنا هدف في برنامج تنميه المهارات اسمه تعليم الاشكال الهندسيه، هل الاخصائي كان بيعلم الوتد عشان يتعلم شكل الدايره؟ يلا يا حبيبي نركب دايره. طبعا احنا دايرة عندنا يمكن بالظبط. حضرتك مش عارفه المجال قوي، اكيد لازم ايوه نتكلم بنبره صوت معينه، لازم نقعد ننزل لمستوى الطفل، لازم قاعده على كرسيين صغيرين، يعني في ايوه ناس بتشتغل على المكتب، اكيد ايوه فعلا، يعني بشوف بيشتغلوا على المكتب ترابيزة تقاطب كده وتنمية وبالظبط مهارات. قوي، وركب ده يا حبيبي واعمل كمية يا حبيبي. مهازل بنشوفها، الطفل لما هيشوفك وانت قاعد على المكتب هيتخض، هو مش طبعا انت لو ما قعدتش، يعني احيانا زمان لما كنت بشتغل التخاطب كنت احيانا والله بقعد على الارض بفرش حاجة على الارض، وده نجاح الاخصائي. بالظبط، عشان انت يعني وصلتي انا زوجي بتوصلي بيشتغل لمستوى كده، الطفل يعني انا بشوف شغله، يعني هو فعلا حد ممتاز جدا في مجاله، ما شاء الله. وماشيين بفنيات معينة ده بنمشي احلى حاجة عليها. ان انتوا ما شاء الله كمان متوافقين في الشغل اه بس وفاهمين انا بعض. عايزه برضو اوضح لحضرتك نقطه معينه، ان بابا وماما لو هم مش على وعي تام بالحاجات دي كلها، طبعا انا اديت مثال الوتد وعايزاكم تطبقوا على كل حاجه بتاخدوها، انا واثقه ان بابا وماما هيفهموني، واثقه ان هم كده فهموا انا عايزه اقول ايه، الهدف ده هيمثل كل حاجه في كل الاهداف اللي بياخدوها، سواء الاحتياجات الخاصه في الجلسات بتاعتهم، سواء تخاطب تنميه مهارات، سواء معايا تعديل سلوك، اي حاجه، سواء صعوبات تعلم، البابا لو فهم المثال اللي قلته ده هيفهم بقية الحاجات، وعشان كده انا عرضته. حلو قوي حلو. فلازم نبقى عارفين الهدف، الهدف من ال يعمم بالظبط. الحاجة. طب معلش، انا دلوقتي كأم في البيت خلاص مظبوط. وديت ابني مركز وما شاء الله حاسه ان هو في استجابه، بس انا برضو مش تمام الاستجابه اللي هي، اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى؟ وخلص 6 شهور تمام تمام هي لو على وعي تام هتقدر تعرف اذا كانت دي استجابه فعلا كما يجب ولا لا، لان في اطفال عندهم بطء استجابه، برضو عايزين نوضح نقطه ان في اطفال عندهم بطء في الاستجابه، تمام يعني استجابتهم بتبقى بطيئه جدا. بالظبط، ده اللي انا بتكلم فيه، طبعا ان انا تقييم حاسه ان مفيش اي تغيير. الام لو هي على وعي هتعرف هل ابنها فعلا الاخصائي اللي بيشتغل اي كلام، ولا هو بيشتغل عشان الولد استجابته بطيئه فما فيش نتيجه طب قوي. انا دلوقتي وديت ابني والمركز و6 شهور وكل حاجه تمام، حاسه مفيش تغيير، هو ينفع عادي ان انا اخرجه برضو من المركز ده اوديه مركز افضل، ولا انا هيبقى فيه عايزه برضو هرد على سؤالك، بس عايزه اوضح نقطه معينه، هو 6 شهور ده مش ثابت، يعني بالظبط؟ هو ده مثلا اللي انا عايزه يعني اعرفه. مثلا في تعديل السلوك ممكن يجي لي طفل عنده تمام مشكله بسيطه اقول لماما بصي يا ماما هنديله مثلا 3 شهور، وطب بقيه البرنامج لا هتجي لي مره كل شهر، يعني بالظبط. هنخلص النص نص يعني ثلاث مش شهور بس، وبعد كده مره كل اسبوعين على حسب الحاله، بالظبط ده اللي انا تعالي بتكلم فيه. زوريني مره كل شهر كمتابعه كل فين وفين، واولياء الامور اللي بيشوفوني عارفين شغلي كويس في النقطه دي. فاحنا بنتكلم مش ثابت، يعني في اطفال في التخاطب بيقعدوا سنين، انا يعني شغلي ممكن يكون عشان تعديل سلوك فمشاكله اقل، يعني بمعنى ايه النتيجه بتكون اسرع، اما التخاطب ممكن على حسب الحالات، في حالات طبعا بتبقى اعاقات شديده وعندها مشاكل شديده فبتاخد سنين، بس انا عايزه اقول لبابا وماما لو انت عندك وعي ابنك عشان عنده مشاكل مثلا في الانتباه والتواصل البصري والتركيز، فصعب لما تديله الحاجه يستجيب بصعوبه، استجابته بتبقى صعبه، تمام فالصعب يستجيب بسهوله، فانا وصعب ابقى فاهمه، ما هو حلو انا لو قوي فاهمه هبقى على الخط. صح. في مراكز او اماكن مش اصلا ولي الامر ما يعرفش يشوف اللي بيشتغل، يعني بتقابل بس دادة او حد ما بتشوفوش اصلا، ما بتتواصلش معاه، ممكن تقول لي وقابلت كده كتير انا بشتغل مع طفل وانا مش معايا برنامج، دي كارثه، انا بشتغل مع طفل وانا مش عارفه الاخصائي، بالظبط. انا بشتغل اللي مكتوب لي في الورقه اللي مدير المركز قال لي عليه او السنيور بتاعي قال لي عليه. تمام، في نهاية حلقتنا، في نهاية فقرتنا، نحب نقول لكم إن الأستاذة غنية هي أصلا كانت في الأساس عندها صعوبات تعلم، ودي المفاجأة اللي حبيت أوضحها لكم في آخر الحلقة، إن الأستاذة غنية معانا كانت أصلا عندها صعوبات تعلم، مش بس كده كمان دي كانوا بيقولوا لها بلدت الفصل، لأنها كانت بتبقى على طول في آخر الفصل في الكورنر هناك، وطبعا عارفين كلنا بنذاكر إزاي. وكمان يعني خلاص كده تمام، شفتوا انتوا عرفتوا ان استاذ غنيه، هل متخيلين فعلا ان هي كان عندها كنت معاني جدا صعوبات حد وكانت 10 سنين بتعاني ما لحد كنتش 10 سنين ما بعرف كانتش بتعرف اقرا. تقرا ولا تكتب، وهي دلوقتي قدامنا زي ما انتوا شايفين. بجد استمتعت بيكي يا استاذه غنيه، انا وبجد انا اكتر، عرفت كميه معلومات هايله، وبشكرك جدا وكنت سعيده جدا ان انا معاكم. اعزائي انا المشاهدين اسعد، هنطلع عايزه فاصل ونرجع لكم تاني.
المناهري للديكور لتصميم احدث وارقى موديلات الستاير. هنصمم لك اي موديل ستاير انت تختاريه، او ممكن تختاري من تشكيله كبيره من الموديلات تناسب كل الاذواق. هنوفر لك افضل الخامات وبافضل الاسعار. كمان عندنا فنيين على اعلى مستوى لتنفيذ اي تصميم، ومش بس كده، بنضمن لك تنفيذ نفس التصميم اللي هتختاريه بالظبط والتزام تام بالمواعيد. واسالي عننا. خليكي في البيت والمنهري للديكور يقدر يوصلك في أي مكان. مستنية إيه؟ تواصلي معنا. للتفاصيل 012-24-11-62-42 أو على صفحتنا على الفيسبوك. المناهري للديكور لتصميم احدث وارقى موديلات الستاير. هنصمم لك اي موديل ستاير انت تختاريه، او ممكن تختاري من تشكيله كبيره من الموديلات تناسب كل الاذواق. هنوفر لك افضل الخامات وبافضل الاسعار. كمان عندنا فنيين على اعلى مستوى لتنفيذ اي تصميم، ومش بس كده، بنضمن لك تنفيذ نفس التصميم اللي هتختاريه بالظبط والتزام تام بالمواعيد. واسالي عننا. خليكي في البيت والمناهري للديكور يقدر يوصلك في أي مكان. مستنية إيه؟ تواصلي معنا. للتفاصيل 012-24-11-62-42 أو على صفحتنا على الفيسبوك. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع تاني فقراتنا في برنامجكم صناع الامل، ومعانا برضو امل جديد تاني مع الشيف ساره طلعت. اهلا بيك يا شيف. اهلا بيك. عامله ايه؟ الحمد لله. احب اعرف تعرفي نفسك النهارده معانا. بصي دراستك وكل حاجه، احبك تتكلمي عن نفسك. تمام. انا ساره طلعت، خريجه تجاره خارجيه قسم اقتصاد. ما شاء الله. طبعا في بدايه حياتي اشتغلت كتير، بس مع وجود ولادي بقى والبيت فكان بالزبط. لازم اقعد في البيت علشان انا كنت لسه هسالك السؤال ده، ازاي خريجه تجاره ويعني ما شاء الله مؤهل عالي زي كده وفي نفس الوقت حبيتي المطبخ او دخلتي المطبخ؟ والله ولادي هم السبب يعني. انا قعدت علشانهم الاول، وبعدين بداوا يتجهوا لنا، ماما عايزين ناكل ده، ماما عايزين ناكل من الشارع ده، طب ليه ياكلوا من الشارع ما انا ممكن اعمله. وفجاه بداوا يقولوا ايه ده طعمه شبه بتاع الشارع بالظبط. طب تمام. وبعدين فكرت طب انا مش هينفع اقعد كده، انا ما بعرفش اقعد من غير شغل اصلا، وما ينفعش اسيبهم لان هم عندهم تمارينهم ومدارسهم والحاجات دي كلها. فحبيت ان انا يعني اخليني معاهم في البيت وفي نفس الوقت انا اكون عامله حاجه بحبها. برافو عليك. فبدات عملت جروب وبدات انزل. ايوه بالظبط كده. انت بديتي بقى مشروعك ازاي؟ والله كان بقى بدايه الفيسبوك والحاجات دي تظهر. انا بدات المشروع من 4 سنين، وكان عندي صفحة كده جروبي على الفيسبوك، وكان لسه بقى بشتغل الأهل القرايب عندنا حواليك والأصدقاء بالضبط كده. وجي علينا شهر رمضان الكريم، بدأت في جروب تاني بتاع مش إعلانات بس، كان جروب خاص بمنطقتي، بمنطقة السكن اللي أنا فيها. وبدأوا الناس يقولوا إيه طب ممكن تيجي تقدم لنا وصفات في رمضان إعلان. فعملت كده، فالناس بدات تعرفني. اتشهرتي بسبب الجروب ده؟ اتشهرت بسبب الجروب ده فعلا. المنطقه كلها بدات تعرف ان في هنا واحده بتعمل الحاجات دي. حلوة. وبداوا الناس تبدا الحمد لله تاخد الحمد مني لله. والحمد لله تعرفنا. عايزه تقدمي لنا ايه بقى النهارده؟ بس قبل ما تقدمي لنا بقى عايزين نعرف ايه الاكل ده، ايه دي بقى عرفينا. اكتر حاجات بتطلب مني. حلو قوي. طبعا المكرونه البشاميل مفيش كلام اساسي. السمبوسه طبعا، مصر كلها بتطلب سمبوسه عشان لفتها، شو محدش بيعرف يلفها. تمام. وده ممبار. تمام. ده بعمله يومي تقريبا. دي برضو البسكوت والبيتي فور ده بيطلب منك في الاوقات العاديه ولا برضو في الاعياد؟ طول السنه، لان الناس بتقول لك لا طب ما ناخده ونفطر بيه.
يعني فعلا لازم نستنى. أيوة بالظبط كده كده على الصبح. دي كوبيبه، انا كنت هسالك دي فعلا شكلها غريب، ايه دي بقى؟ دي كوبيبه. الكوبيبه بقى مشكلتها في كل البيوت انها تتحط في الزيت تفك. طب احنا ليه نحطها في الزيت ما نفردها صينيه؟ لا دي فكره جديده. يا بالظبط احنا نفسنا يا جماعه. انا عمال اقول من بدري هو ايه ده ايه ده. هو عايز اقول لك ان هي طعمها كده، والولاد بياخدوها بالشوكه، وممكن بقى تزينيها ببلوز، ممكن تزينيها بسوداني، ممكن تاخدي عليها كاتشب مايونيز، بتبقى لطيفه. انا عايز اقول لك بصي انا شم ريحه الاكل، طبعا هم مش شامين مش عايزين، انا شم ريحه الاكل وشكله تحفه بجد، يفتح الله يخليكي. ودي طبعا حاجات للدايت عشان احنا زي ما ايه بقى دوت نحلها. تمام. ده قراقيش بالشوفان. دي قراقيش شوفان. تمام. ودي قراقيش ببذر الكتان. حلوة قوي. ودي ده عيش سن. ده انت اللي بتعمليه؟ اه ما شاء الله عليك. حلو قوي. ده بنعمله من الدقيق الرده، من دقيق الاسمر والرده والشوفان او بذر الكتان. وده يعني يعتبر ده اكل الدايت. ده لل... يعني احنا لو قلنا اكل معانا النهارده يا جماعه في وسط الاكل ده كله هيبقى دايت. والله انا مش بعترف بالدايت. يعني مثلا دي كفته فراخ تمشي دايت وتمشي مش دايت، ما فيهاش دهون. تمام. رقم واحد. يعني طريقه الطبخ هي اللي بتفرق في الدايت. يعني انت عايزه توضح لنا بقى ازاي. يعني انا سي في كفته الفراخ انا مش حاطه فيها دهون، مسوياها من غير ما احط دهون خالص خالص، دخلت الفرن واخدت لونها واستوت وبقت زي ما ولا اي زيت ولا اي سمنه ولا اي زبده ولا اي حاجه ولا اي حاجه. هايل حلو قوي. ممكن تحطي فيها خضار وتبقي شبعانه. حلو. مناسب جدا للدايت. يعني مناسب للدايت بس الاكل العادي لا كمان الدايت. بالظبط كده بالظبط. اي حاجه ممكن تاكليها. يعني السمبوسه انا عامله دايت ومش وعايز نفسي جدا اكل سمبوسه، هاخد واحدتين وادخلها الفرن مقليهاش في الزيت بس خلصت كده. تمام هايل. فاحنا فكرنا في مصر عن الدايت ان انا لازم امنع الاكل ولازم ما اكلش ولازم ولازم. أيوة. لا لا لا، غيري طريقه طبخك هتبقي بتاكلي اكل صحي بس. برافو عليكي هايل جدا. طب هتقدمي لنا بقى ايه النهارده للمشاهدين يعملوه في البيت؟ اي اصعب حاجه تحس ان هم دايما مش اصعب حاجه بس هي الفكره في السمبوسه ان الناس دايما تقول لك اعملي سمبوسه عشان بتفك مني في الزيت. يعني انا قليها في الزيت وما فكتش وما استخدمتش معاها اي حاجه غير ان انا لفتها. حلو قوي. بس فكنت جايباها بس كده كمان يا ريت نوري برده بالظبط نوري المشاهدين النهارده ازاي احنا بنقدر نلف السمبوسه مع الشيف. اولا نوع السمبوسه بيفرق. انا احنا مش هنقول اسم معين. لا مش هنقول اسم معين بس انتوا دايما يا جماعه اختاروا بس على جروبي هيلاقوا اسامي معينه. خلاص بقى كده خشوا على الجروب هتلاقوا كل حاجه. علشان السمبوسه لما بتكون مش لازقه في بعض تمام ما تتقطعش منك وما تتهريش، فاحنا بنفكها بنلفها بطريقه معينه. مش بطريقه معينه ولا حاجه، هي الفكره في ايه؟ انا بشوف برضو الناس السمبوسة كلها تروح عامله لك كده. كنت لسه هقول لك. ايوه فعلا. طب ليه كده؟ ليه؟ ازاي طيب؟ ربنا ادانا ادانا عقل. ودي احلى نوع سمبوسه طبعا بالجبنه. انا ما بحبش الملحمه. انا بحب ام جبنه جدا. انا بحب اللحمه صراحه. لا 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 اهي هنعمل كده واحنا بقى شغالين. تمام اتفضلي. عايزه اقول لك بقى يعني في حاجات كتيره طبعا انت بتعمليها اكلات طبعا. بس اكيد في اكله دايما هي اللي بتطلب منك على طول. المحشي. واو المحشي وخصوصا ورق العنب كمان عشان اللف برضو. لا ده احنا عندنا صعوبات لف. عايزين بقى الحلقه الجايه تقول لنا ازاي هنلف ورق العنب. بس ولا احط ميه ولا احط دقيق ولا اقعد اعمل كل الافلام اللي بتحصل دي. طيب بعد ما قلنا ايه اشهر اكله تمام، برضو عايزه اقول لك على حاجه. دلوقتي ست البيت يعني دايما عايزه اعرف اكتر فئه بتطلب منك، يعني ست البيت اللي قاعده في البيت ولا اللي هي هو الست الشغاله؟ هو حقيقي الاثنين بيطلبوا بس بتبقى بناء على يعني في ست بيت قاعده في البيت بس ما عندهاش قدره ان هي تعمل. تمام. في بنات لسه متجوزين جداد ما بيعرفوش يطبخوا. في ست بيت بس عندها عزومه وارقام ناس جايه ما تقدرش تقوم تعمل الرقم ده كله. تمام. في مثلا تمام عايزين بس ندخر ده كده عشان تظهر برضو اللفه للمشاهدين. تمام نعمل لفه كمان عشان تظهر اكتر. يعني الفكره كلها في ان انت قادره تعملي ايه ومش قادره تعملي ايه. حلو قوي هايل. يعني في ست طبعا يعني بتبقى شغاله وتعبانه وجاي فعايزه اكل جاهز على بقى طول. دول بقى يعني دول اكتر الناس بتطلب وبياخدوا. انا بحس الشهر حاطين الحاجات في الفريزر اللي هو كمان انت بتفرزي لهم الحاجات دي وتبقى بالظبط. انا مش بطلع الاكل دايما مستوي. انا دايما بطلع الاكل فروزن اللي هو هيتحط في الثلاجه ويتحط في ويخرج يخش النار بتاعته على طول. البني اظن كده الكفته الحاجات دي كلها. لفه مفيش اسهل من كده. حلوه قوي بصراحه وعجبتني وهعمل الطريقه دي. انا كنت بعملها بالطريقه العاديه الاول. لا هي الفكره في الطريقه العاديه ان انت لازم تعملي ميه ودقيق وتبهدلي الدنيا وتفك برده في النار. النار لكن هي دي الطريقه دي. والجبنه بقى بالنسبه للجبنه دي برضو عندك في الجروب ولا دي جبنه طبيعيه. انا عشان انا مش بحب استخدم الحاجات النباتي الدهنه خالص. حلو قوي. فانا دايما برده
قعدتي بدور على الحاجات اللي هي الطبيعيه اكتر. اه تمام. لا ما هو جروبك اورجانيك فود، ما هو ده سر، ده هو ده سبب ان انا سميها. لا سميت الجروب كده علشان انا كنت حابه ما استخدمش حاجه مش حلوه. يعني انا خايفه على اولادي ياكلوا زيت نخيل، انا مش عايزاهم ياكلوا حاجه فيها. عجبني فكره ان انت ابتديتي اصلا عشان ولادك، فانت بتهتمي بالاكل اكتر علشان ولادك، فانت بتحبي تقدمي للناس اكتر. انا الناس لما بتيجي تتكلم معايا لو حد اول مره هياخد مني اكل او حاجه، اول كلمه بيبقى لي ايه؟ بس بالله عليكي بلاش مستورد، بلاش حاجه مش عارف. طب يا جماعه انا باكل معاكم من نفس الاكل، واللي باكله لاولادي هو اللي باكله لكم، حاجه حلوه قوي. بالظبط. فهي الفكره كده، طالما انت حافظتي على صحه الناس. بالظبط. حد بقى بيساعدك في المطبخ ولا انت بتبقي لوحدك؟ بصي في العادي انا لوحدي، في العادي، يعني في الايام كلها بكون لوحدي، الا لو في بقى ضغط شغل. اه يعني زي رمضان أكيد. ماما بقى بصراحه بيجي لي، ربنا يخليها لك. مامتي بتيجي، وكان حماتي كمان بتساعدني، كانت في اول مشروعي خالص عشان كان ولادي لسه صغيرين شويه، فكانت بتقعد معاهم وبتيجي تساعدني كتير. حلو. وبصراحه علمتني كمان حاجات كتير كمان. أوه. يعني اكيد طالعه الماما، يعني اكيد انا طالعه الماما وليها، خدت من دي وخدت من دي. حلو قوي. طيب في وصفه معينه بقى عايزاك انت تقوليها للمشاهدين، وصفه اكل عادي لو هي مثلا درجه او وصفه مختلفه انت بتعمليها، عايزاك تقوليها برضو للمشاهدين عشان يبقى عارفينها. اكله معينه او مثلا هي اكتر اكله بتطلب منك فصعبه على ست البيت او ان هي تعملها او ست الشغاله. هو الوصفه اللي بتطلب علشان رخمه في عمايلها هي الكوردن بلو. اه بالظبط. انا عايزه اقول لك رخمه قوي، انا بجيبه جاهز. لا علمولك بقى. لا 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 عشان انا بقى. مش يا غلبه بقى هو شوية. مش غلبه، هو انت بتجيبي البانيه وبتخلي، يعني قلتي قولي للراجل انا هعمله كوردن بلو. لا مش رقيق، ده لازم يبقى تخين كمان عشان بيدق. ما انا بقول لك بجيبه جاهز. بيدق، وهتبداي تعملي عليه شويه توابل وميه بصل عاديه خالص، وباركين ويتبل ملح وفلفل وبهارات فراخ وميه البصل، مش البصل نفسه. تمام. ناخد ميه البصل، ميه البصل نفسها. وبعدين الفكره كلها او التكنيك كله في انك تدقيه كويس. تمام. بتحطي ورقه او الكيس وتحطي قطعه وتحطي كيس تاني وتبداي تدقي لحد ما اهم حاجه ندقه كويس علشان يطلع عشان يستوي. لانه عشان ترجعي تاني تبرميه. هي فكرته كلها ان انت هتروليه بالستريتش ده. نفس الفكره كده، ان انت هتجيبيه مفروض كده، بتفردي ورقه الاسترتش قدامك بعد ما بتدقيه طبعا. طبعا. وبتروحي حاطه فيها الرول وبتحطي الحشوه بقى دي بتاعتنا براحتك. هو اساسه كوردن بلو، معنى كلمه كوردن بلو ان هو ثلاث طبقات. تمام. اول يعني طبقه ثلاث طبقات الفريخ. الاول طبقه الفريخ، ثاني طبقه انا بحط شيدر، والطبقه اللي بعديها بتكون تركي مدخن. تمام. وببدا ابرمها، يعني ببدا اعمل كده وابرم كده واعملها كده، الفها واعملها زي البونبون، وتدخل الفريزر. اساسي لازم تدخل الفريزر الاول، لازم علشان ما تحطيش سكوتش وما تضطريش تقعدي تفك في الزيت واحسب اسويها الاول طب اعملها الاول. لا هو مش فكرته خالص. فهتدخل الفريزر، وبعد ما تخرج من الفريزر مجمده شويه بتبداي تحطي بيض وبصمات عادي خالص زيها زي البانيه عادي. زي البانيه. وينزل الزيت، الزيت يبقى كتير وتبقى حله غويطه علشان وينزل فيها وتتوطى وتتغطى كمان. اهم حاجه تتكرر تتوطى، يعني الاول الزيت يبقى سخن وبعدين ننزل بقى ونهدي ونغطي. ونغطي بيطلع من جوه زي من بره مستوي كله، مفيش مجمد، مفيش اي مشكله فيه. بس حلوة. دي كل فكرته. هو ده اصعب حاجه بتبقى. اه بالظبط. هو والمحشي. ايه اصعب برضو حاجه تانية مثلا، او هو مش هنقول اصعب بس هنقول ايه، دايما اكلات تحس ان هي ايه بتطلب منك على طول يوماتي غير المحشي بقى. احنا قلنا المحشي بس انا دلوقتي خلاص انا عرفت المحشي بتطلب. الكفته، كفته الشعب دايما الدارج عند الشعب اللي هو مثلا بياكلوا الحاجات اللي هي بتطلب منك اكتر، اللي هو الحاجات المسبكه والطبيخ والكلام ده. لا خالص. ولا بيطلب منك الحاجات اللي هي لان انا برضو عندي في الجروب في فكره ان انا ببقى عامله الخضار المخزن والطماطم بتاعته. تمام. فاللي بياخد بيبقى واخد مثلا شنطه طماطم ومعاها شنطه بسله فاصوليا، هيحط من هنا وهنا خلصت الاكله بالنسبه له، لان برضو المجمدات مش حلوه. بالظبط. هو مش عايز، هو عايز حاجات بقى تانية مختلفه، مشوي مقلي. اه بالظبط كده. طب تمام. عايزاكي بقى تقول لنا طريقه البيتزا. طريقه البيتزا. حاضر. وخصوصا العجينه عشان تبقى هشه كده ورقيقه والناس تعرف تفردها صح. هي عجينه البيتزا فكرتها ان انا ما ينفعش اعمل نص كيلو دقيق واحطه في صينيه خالص. طبعا دي ده مش بيتزا ايطالي، دي بيتزا امريكي. اللي هي لان فكره البيتزا الامريكي السميكه قوي. طب احنا هنجيب نص كيلو دقيق وهنحط في كوبايه لوحدها كده الاول بره معلقه خميره فوريه معاها معلقتين سكر وشويه ميه دافيه ونقلبهم ونركنهم على جنب. اختبار خميره. اختبار الخميره.
وتحطي الدقيق وتحطي عليه معلقتين لبن بودره تمام وكوبايه زبادي اساسي. لازم الزبادي، الزبادي بيخلي العجينه هشه وطريه فيها زي مطه شويه كده. وبعدين هتحطي عليهم معلقتين زيت ذره وتبداي تنزلي الخميره وتعجيني عادي. ينفع زيت زيتون عادي بلاش ذره؟ يا ريت يا ريت زيت زيتون تمام علشان يديها الطعم بتاع بره بالظبط. وممكن رشه زعتر عليها عشان تاخد الطعم الايطالي. حلو قوي. الزعتر هيديها الطعم، هيديها الزعتر والريحان هما اللي بيدوا، بس الريحان بينزل مع الصلصه. لا خلاص نحط زعتر افضل. الزعتر بينزل مع العجينه. الفكره برضو انك لما بتيجي تفرديها في الصينيه، دهنتي الصينيه الماده اللي انت هتدهنيها سواء زيت سواء زبده، هترشي دقيق سميد من تحت. دقيق سميد بتاع البسبوسه تمام. رشه أيوة بسيطه تمام. وتحركي الصينيه كده زي ما بتعملي الكيك الكيك. تفردي العادي. لا ده دقيق سميد بقى وتحركي الصينيه وتبداي تفردي وتحطي الصوص. طب سؤال بتاعك بقى. السميد ده ما بيتحرقش من تحت لما انت حاطه الطبقه دي سميد من تحت؟ السميد ده لما بتطلع البيتزا وبتقطعيها بتبقى كانك طالباها من عند اشهر محل بيتزا. لا دي تركيه حلوه بقى. دي تركيه جديده. انا اعرف اعمل بيتزا حلوه قوي هايل، بس حلوه قوي كلنا بنعملها كده والله عادي يعني. حلو قوي هي كل الناس بتعملها كده. الصوص بتاعها برضو ان انت بتعملي صلصه وطماطم مع بعض بينزلوا من غير زيت خالص خالص، ما تحطيش زيت. هتوطي النار عشان ما يفرش ويغرق الدنيا، وتوطي النار خالص، حطي ملح وفلفل توم باودر وبصل بودر وريحان وريحان او زعتر. ما عندكيش ريحان برضو عادي. ما بتحبش الطعم والريحان بصراحه. بيبقى هيبقى زعتر شوي. حلو قوي هايل. طيب بعد كده خلصنا أو خلصنا البتاع. في ناس بقى بتفضلها طبعا بالجبنه الموتزاريلا، وفي ناس بتفضلها جبنه موتزاريلا طبيعيه. في ناس بتبقى عايزاها جبنه بيضاء ورومي بس، في ناس بتحبها رومي بس. بتحبها قريش بنعناع. اكتر بقى حاجه بتطلب منك مثلا في البيتزا بطعم ايه؟ البيتزا لما انت دلوقتي عملتي بيتزا وخلاص والناس بتطلبها اكتر بقى ايه هي؟ الجمبري. الجمبري حلوه هي، انا بحب الجمبري جدا. بيتزا بالجمبري. عايزاكي برده يا ساره تكلميني عن الدايت شويه، بما ان برده زي ما انت قلتي اي نعم مفيش دايت، بس برده الناس بتفضل اللي هو ايه، لا انا هاكل اكل دايت صحي. هي الفكره مش في الدايت، هي الفكره ان احنا بناكل اكل صحي. بتعمليه يعني بقى ازاي؟ السعرات الحراريه واحده يعني. الناس مفهومه غلط، بس هي طريقه ان انت تبقي فاهمه يعني جسمك. يعني انت عايزه بالظبط، انت عايزه تفهميني مثلا ان هو ده هو نفس السعرات الحراريه اللي في صباع الفينو في الفينو العادي. بس ده هيخش جسمك يبقى ايه، والتاني هيخش جسمك يبقى ايه، مين بيتحول لايه. تمام. عايزاك يبقى بالظبط. الفكره ده كمان لو انت بتشربي معاه ميه وبتاكليه، فهو بيعمل زي بينفش في بطنك، فبيشبعك لعدد ساعات اعلى، فما بتضطريش تاكلي بعديها بساعتين. ما بتهدمش بسرعه. التانية علشان بيتحول لسكر جوه جسمك، فبتحسي انك جعانه جدا. فعلا. يعني انت تفطري رغيف الواحد بياكل بيقول لك انا حاسه ان انا جعان. ايوه بالظبط. انا عايزه اكل. مشكله السكر في الجسم ان هو دايما محسسك انك جعانه. هي برضو الفكره ان انا يعني لما حبيت ابقى في الطبخ قريت ودرست حلو قوي هايل ان انت بس مش انت شغاله على نفسك. كورسات. حلو قوي برافو عليك. يعني انت اصلا شغاله على نفسك، مش حكايه بس ان انا لا يعني انا بطبخ. يعني زي ما بقول لك مثلا الكفته دي، كفته الفراخ دي ممكن تمشي دايت. انا شايفاها فعلا اورجانيك خالص يعني. هي فراخ بس. انا شايفاها عاديه جدا. هي فراخ وتوابل وريحتها ما شاء الله حلوه قوي وشكلها حلو كمان. ممكن تحطي معاها شوفان كمان فشبعتك لمده أطول. فبدل ما تاخدي اربع صوابع ويبقى سعراتهم عاليه، لا تاخدي اثنين لانك مش قادره تكملي. هايل حلو قوي. فكرتك جميله قوي ان انت بتدخلي الاكل الاورجانيك مع الدايت مع اللي هو الاكل بقى. انت خلاص يا جماعه انا بعمل الاكل ده والاكل ده، بس الاكتر اللي هو الاورجانيك. هو انا بحب الاكل قوي قوي. مين فينا ما بيحبش الاكل؟ لا بس احنا عندنا ان الاكل ده شيء ممتع. وبابايا كمان من النوع اللي بيحب الاكل قوي، ما شاء الله. فاحنا عندنا الاكل شيء مقدس يعني. احنا نصحى من النوم نقول هناكل ايه، ما بنقولش صباح الخير. فالفكره كلها في ان بتخن بسرعه جدا. اكيد طبعا. طب بعدين انت بتعمل لي الاكل ده مش عايز تتخني ازاي؟ انا نفسي انا عايز اكل. انا عايز اقول لك حاجه، ان اللي بيعمل الاكل ما بيعرفش ياكل. عايز اقول لك ان انا بشبع وانا بعمل الاكل، بس اجي اكل ما بعرفش. لا طالما بتعملي اكل يعني. انا طول رمضان ما بفطرش، خلاص بقى شبعتي من ميه ومسكن عشان اكمل اليوم. ربنا يكون في عونك بجد في رمضان. اكيد ما شاء الله بيبقى الموسم بتاعي صعبه جدا. بالظبط. بس فهي دي الفكره. الفكره بقى بس قبل ما اخلص يعني، هو الموضوع الفكره ان هو الشوفان ودقيق. ده شوفان ودقيق اسمر ورده. حلو قوي. بس حتى هو مش منفوخ علشان انا هو فعلا. ايوه ما انت مش هتحطي واضح علشان هو طبيعي، عشان ما تحطيش سكر مع الخميره. هي دي برده حلو قوي. ده فيه سكر مع الخميره عشان الخميره عشان ينفش. بس هي فكرته برضو ان انت حاطه حاجه بسيطه، وفي نفس الوقت هتاخدي واحد. انت بتاخدي رغيفين فينو عشان تاكلي. عشان تاكلي. لا انت هتاخدي واحد ممكن تكمليهوش، ما بتقدريش للاسف يعني. ده لو بتشربي معاه مثلا كوبايه نسكافيه كوبايه شاي،
مش هتعرفي تكملي خالص. انا بجد بجد بشكرك يا ساره، بجد الشيف ساره متعتنا النهارده يا جماعه بالاكل ده. انتوا لو شايفين الاكل بصوا كده انا شامه بقى الريحه، مش عايزه اقول لكم ما شاء الله عليها بجد بجد هايله. واكلها كله اورجانينج وحلو قوي وجديد كمان الكفته دي، ولا دي حل قوي بصراحه، دي حل جديده بالنسبه لي. انا بالنسبه لي دي حل، ممكن يكون في اسم مشاهدينا كتير عارفينها، بس هي عجينه الكوبيبه. اه بالظبط، بس بدل ما تتعمله سهلنا عليك يا جماعه، يلا يا جماعه خلينا عشان ولا تاكل. بجد كنت سعيده قوي معاكي يا ساره بجد، وسعيد جدا جدا باللقاء معاكي، وانت ما شاء الله عليكي شيف هايله جدا. ربنا يخليكي، شكرا ليكي يا حبيبتي، تسلمي. واعزائنا المشاهدين النهارده خلصت حلقتنا، وانتظرونا في حلقه جديده ان شاء الله الخميس القادم الساعه 10 صباحا مع برنامجكم صناع الامل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.